السفيرة الحالية النظام السياسي، السفيرة الحالية نفس التصريحات، راجع خطابها في مجلس الشيوخ قبل أن تنقل من الكويت وتكلف بملف العراق. زين، بل السفيرة الحالية طردت من الكويت بسبب تدخلها الفج في المعادلة السياسية الكويتية. أها. وطردت ب ورحب فيها بالعراق بسبب تدخل. طبعا طبعا، يعني هذه الازدواجية، هذه الازدواجية اللي احنا دائما نستعرضها امام الفاعل السياسي.